أحسن. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس دردي إلا بحسن تصبري وفؤادي ساروا، ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدائم صوب عيادي. نقول اللي بقى في المدينة، نقول اللي بقى إذا الحسين طلع بعد إيش بقى؟ ما أخذ أهله نسوانه أطفاله بناته، الله أكبر شيء ضعينة هذه وين رايحة؟ آه وسرت بقلب المستضام ركابهم، تعلو به جبلا وتهبط يا أدي. هذا البيت مفجع. وخلت منازلهم فها هي بعدهم هي قفرة وما فيها سوى الأوتايا، هي وادي أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأنوح فيها تارة وأنادي يا دار أين مضى دوك، أما لهم بعد الترحل عنك يوم معادي، وعادوا يا ناس وعادوا هلي ركبوا جياد العز، وعادوا وعادوا جفوا الحشر ملقاهم، وعادوا علي نذر لو رجعوا، وعادوا لصوم شهور حق رب البريه، هي لصوم شهور حق ربه، هي البريه. ما نقدر نخلي هالقصيده، ما نقدر. احرم الحجاج، إيه لأن هذه كلنا نحفظها من إحنا صغار نسمعها، لا أنا غلطان، ماكو واحد ما يحفظها. أحرم الحجاج على ذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم على ذاته كل الدهور، كيف لا أحرم دأبين ناحرين هدي السرور، وأنا في مشعر الحزن على رزء الحسين، فمن الواجب عينا لبس سربال الأسى واتخاذ النوح وردا كل صبح
ومسايا ونذيب القلب أحزانا تذيب الأنفس. من اللي يحفظ هذا البيت؟ وقليل تتلف الأرواح في رزء الحسين وحسين وحسينا وحسينا وحس. أريد أسمع أريد أسمع. وحسينا وحسينا نصيح وحسينا. هذا البيت المشتي. هذا لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى لا إذا بالقبة النوراء يشكو السفايا قائلا يا جد رسم الصبر من قلبي عفايا ببلائين أنقض الظهراء وأوهى المنكب حسين يا حسين حسين حسين. في النهاية وداع قبر النبي، لكن عندنا وداع ثاني لو أنا غلطان. وين الوداع الثاني؟ يلي تزوروا المدينة إذا زرتوا النبي ما عندكم سلام خاص إلى وحدة مضيعة قبرها، ما توقف على بابها وتقول السلام عليك يا مكسورة الأضلاع، ما تذكر هالأبيات اللي نقرأ لك على المنبر. أويلي على الزهرة وأمرها والله بالعظم قضت عمرها ولا اليوم ما نندى. يقول جيتك يا الحنونة وياك وسط القبر ضمي ما تدرين يا الزهراء بجار الزمن ما ديني يا يما يا يما يا ماي العين ماشيين وعن جوارك يا الحبيبة مضعنين والله مضعنين. ما ادري اقرأ هذا البيت يا لا بدمعتك اقرأ. بس زينب بترجع بالمساوي يعني قاعد ينعي نفسه لأم الزهرة لا لا. بس زينب بترجع بالنساوين النساوين ترجع فاقد العباس اي ترجع فاقد العباس يا سويح. قل اخذيني وياك بالقبر هناك النبي ما قبل انت اقبلي. تقل لما تقدر يا نور العين تنظر حالي ما تقدر. ليش؟ تشوف اللطمة فوق العين ما تقدر تنظر حالي ما تقدر. ها تشوف اللطمة فوق العين تشوف الضلع المكسر بنتلاقى انا وياك يا ابني بعرصة محشار بشوف انك بلي راس بشوف انك بلي راس وتتكلم من المنحر. عنده وصايا الحسين للزهراء بالاخير ما يمدينا نقرا، خلنا نقراها الحين. تريد تسمع وصاياي ولا اوصى عليك يا يما عند الموت حضريني إذا شفت الشمر جاني إذا شفت الشمر جاني أريد أنك تداويني وإذا شفت السقم جاني
تعيني أخاف أن زينب تجيني يا يما وتلطم الخد أوصى عليك يا يما تغسل دموم عن نحري وريد النيت يا زهرة وإذا شفت الخيل يا زهرة تشيل أضلاع عن صدري أريد أنك تلميها وتخليها بوسط قبري تقول لي يا ابني يا ابني أبنسى لطمة عيوني وبنسى ضلعي المكسور وبطلع من وسط قبري أي وبكفاني بشق المرور وين بجيلك يا بعد عمري بظهر العاشر عاشور يا ابني عد كل فجعة ومصرع يا ابني هناك تلقاني هذا البيت ما ينقر للأهل الدمعة وانتو أهل الدمعة وين يا زهرة نلتقي عاشور وين تقل بقعيد بقعيد بالشمس وياك بسوي لك يا عز ظلال ولا تحصل عندي القوة يا بشيلك بيد على الرما والله يا ابني يا إلا والشمر ما خليه يصعد صدرك لا والشمر ما خليه يصعد صدرك بالنعال أريدكم أنتون تجاوبوا الزهراء ترى يا زهراء وصلت الخبرها من دعب الخزاعي وبكر ربا فاطمة لا خيلتي الحسين وقد ما دعوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم روي عن إمامنا الحسين عليه السلام قوله ألا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر صدق إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه لشفاء المرضى فكاك الأسرى قضاء الحوائج تعجيل الفرج كشف هذه الغمة عن هذه الأمة وكشف هذا البلاء عنا وعن المؤمنين والمؤمنات وبلدنا وسائر بلاد المسلمين ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد ما هي مقومات ثورة الإمام الحسين ونهضة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه حيث أصبحت خالدة إلى كرور الليالي والأيام الأمر الأول الإخلاص والإخلاص مهم في كل عمل فكل عمل لغير وجه الله لا يبقى إنما يتقبل الله من المتقين إذا كان العمل يقصد فيه رياء أو من أجل بطر أو من أجل كرسي أو من أجل أمر دنيوي فثق بأنه لن يتم وإن حصل هناك مثلا انتصار ولكن الديمومة لن تبقى وإنما تبقى لمن قام بعمل يقصد به وجه الله تعالى وأهل البيت
كل حركاتهم سكناتهم كلها لله، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. والإمام الحسين له كلمات كثيرة: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. لم أخرج أشرا ولا بطرا أو بطرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. بعثة النبي قامت على هذا صلى الله عليه وآله. باقي الأنبياء والرسل جاءوا بكلمة التوحيد، أخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، من العمى إلى الهدى، واستقامت ثورتهم وبعثتهم ونهضتهم لأنها لوجه الله ومسددة ومنظورة بعين الله تعالى. فلا أظن بأن الحسين قام بذلك فقط اجتهاد من نفسه، وإنما هو مسدد من السماء، وهذا اللي تشوفه في رؤيا الحسين إلى النبي الأكرم: ضمني عندك يا جدال لنقراها. قال: لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا، أكو أمر الله أعدك إليه، وإن لك درجات في الجنة لن تنالها إلا بالشهادة. النبي حاولوا أن يثنوه عن طريقه، طريق الإخلاص لله: جئتكم بكلمتين خفيفتين في اللسان ثقيلتين في الميزان، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فمنوا النبي بالدنيا الزائلة، يوم رأوه ثابت قالوا لعمه أبي طالب صلوات الله عليه: إن كان ابن أخيك يريد ملكا ملكنا، إن كان يريد مالا أعطينا، إن كان يريد نساء زوجنا، فمره فلينثني. فقال له عمه ذلك: القوم يقولون كذا وكذا. شوف الإخلاص. قال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه. فجاء النبي مسدا من السماء وإخلاصه أمامه، ينظر إلى ما يريد الله: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، فإن صح منك الود فالكل هين وكل الذي تحت التراب تراب. فهنا الإمام الحسين في ثورته، ومثل ما قلنا الليلة البارحة، ما قاله الأمويون وما قاله بنو العباس: أراد ملكا أراد سلطانا، فقتله شيعته أهل الكوفة، قتله عبيد الله بن زياد، ولقد سبب الحسين فتنة وهو يدفع ثمنها، لأن الدماء التي أريقت بسبب خروجه هو الحسين مسؤول عنها. كأنهم لم يقرأوا كتاب الله ولم يعوا ما قال رسول الله في حق الحسن والحسين صلوات ربي عليهما. الأمر الثاني: وضوح الهدف. يا ترى جاء النبي لماذا؟ في قريش، اقرأ القرآن: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ذلك الضلال عبر عنه القرآن بالضلال المبين، من عبادة الأوثان والجاهلية الجهلاء والفاقر وقتل بعضهم بعض، وحدث ولا حرج في الجاهلية، ووأد البنات واحتقار النساء، يسموها ظلمات بعضها فوق بعض. فعنده هدف جاء ليخرجهم من تلك الظلمات. يا ترى بعد النبي ماذا أصبح الدين؟ يتلاعب به الصبية، بكل أمانة يتلاعب به الصبية. كتاب الله حرف، بعض الأمور جاءت دخيلة في الإسلام، وقد يعني حرفوا الكلمة عن مواضعه، والحسين هو إمام معصوم. فمن رأى منكم سلطانا جائرا محلا لحرام الله ولم يغير عليه بقول
ولا فعل كان على الله أن يدخله مدخله. فالحسين رأى في أنه هو الأحق بتلك الخلافة. ولو تلاحظوا ترى الخلافة جاءت إليهم قبل غيرهم فرفضوها. نضرب أمثلة. إمام أمير المؤمنين يخسف نعلا سلام الله عليه، فجاءه ابن عباس فقال يا ابن العم ما قيمة هذه النعل؟ النعل شنو لها قيمة؟ قال ليس لها قيمة يا أبا الحسن. قال والله هي خير لي من إمرتكم. ما نريد إحنا الإمرة الظاهرية، هي خلافة من الله عز وجل، وصايا من الله. وتكررت في آخر أيام ذي الحجة، وقلنا الليلة البارحة وموجه صدفة، عيد غدير، مباغلة، تصدق بالخاتم، مبيت على الفراش، سورة هل أتى، كلها في أهل البيت، كلها ترسيخ عقيدة. أين هذه الأحاديث؟ أين هذه المواقف؟ إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. هذه النعل عندي أفضل من هذه الإمرة الظاهرية. وإلا الخلافة هي خلافة السماء إلى النبي وآل النبي بالوصاية من الله عز وجل. ممكن واحد يقول لك وأمرهم شورى بينهم، القرآن يقول أي مو يغلبك بهاي الآية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، أمرهم هم أمر الناس شورى، أما أمر الله ليس فيه شورى. هل الله حينما نصب نبيا أو وصي نبي أخذ رأي الناس؟ يا ناس تعالوا اختاروا لكم نبي. أم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فيقول فلما نهضت بالأمر، جو إلى مرة مرتين يا أبا الحسن، قال دعوني والتمسوا غيري، تريد خلافة ظاهرية وهي لباس إلهي. حتى لقد وطئ الحسنان فما راعني إلا والناس حولي كعرف الضبع ينثالون حولي. حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي كربيضة الغنم ملتمين حولي. فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصت آخرون كأنهم لم يسمعوا قول الله عز وجل. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نبايعك يا أبا الحسن على ماذا؟ على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين. قال لا، كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد نفسي. إذن وضوح الهدف، وهذه اللي تسمعوها دائما في هالأيام، ترى مهمة هالكلمة، ألا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت، إنما أداة حصر يعني سبب خروجي، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وهذه ترى وظيفة كل إمام، وظيفة كل نبي. إحنا مطلوبين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. شلون بالإمام وهو يرى الفساد وتقلبات الناس؟ أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بالحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم بالحق. الأمر الثالث، من الذي نصره ومن الذي تخلف عنه؟ اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الباطل تعرف أهله. هسه الحسين وين تحطه، في جهة الحق والباطل؟ اسأل أي واحد هذا السؤال، وين تحط الإمام الحسين غير بني أمية وبني العباس اللي قلنا عنهم ما قالوا الليلة البارحة، سفك الدماء وسبب فتنة. اسأل أي إنسان عاقل، تعال اقرأ عن من كتبوا عن الحسين غير المسلمين. جورج جرداق يقول لو كان الحسين لنا نحن المسيحيون لنصبنا له في كل بلد منبرا ندعو للمسيحية باسم الحسين. للحسين إلينا المسيحية، هذا الثائر العظيم. قلت لكم في ليلة من الليالي لعلي في هذا المأتم أو غيره،
في الأربعين كنت رايح أقرأ مجلس، فمررت على موكب فيه سادة وعلماء، دعوني قهوة شاي كذا تفضلوا، فدخلت عندهم. قال مولانا سأنقل لك شيء رأيناه أمس وإحنا جالسين موكب. مر علينا موكب نصارى قسيسهم الأكبر وعلى صدره الصليب، وبإيده هاي الصليب العكاز، ومعه رجال كثيرون يمشون جايين من بعيد، كل أهل المواكب طلعوا وطالعوهم. فخرجنا وإذا هو موكب مهيب نصارى، وين رايحين؟ من النجف لكربلاء مشيا على الأقدام. فخرجنا مروا علينا، يقول أنا بادرت سلمت عليهم كذا، تفضلوا. قال لا إحنا ما عندنا وقت، صار لنا مدة نمشي. قال تفضلوا نزين تحدثناكم، إحنا يعني علماء الإسلام وكذا. يقول قبلوا دخلوا عندنا ضيفناهم. قسيس الأكبر رجل شيبة كبير وقار، جلسوا حوالي رجال كم واحد 20 كذا. يقول سألت وين رايحين إلى أين؟ قال قاصدين كربلاء. من أين أنتون؟ من دولة أوروبية جايين إلى النجف، ومن النجف لكربلاء. فقلت لهم هذا المسؤول، قلت له الحسين لنا، حسين مسلم كما يكون وابن نبينا، فنحن أولى به منكم. قال لا تقل الحسين لكم أرجوك، الحسين ليس للإسلام والمسلمين، بل الحسين رفع رأس الإنسانية عاليا. حسين بدمه بتضحيته بقي رمز لكل إنسان، يعني عادل، كل إنسان تقي، كل إنسان يفهم ويدرس تلك الثورة. لاحظوا هذا مسيحي وجاي مشي على الأقدام، ما يركب سيارة وكذا، مشي 3 أيام من النجف إلى الحسين. هكذا البعض من غير المسلمين عرفوا الإمام الحسين سلام الله عليه. فالحسين من نصره من؟ الذين نصروه كانوا قد سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله كثير ما ورد عنه في حق الحسين، وأن الحسن الحسين إمامان، قام أم قعد، الحسين سيد شباب أهل الجنة، الحسين ريحانتي من الدنيا، إذا أحب الله عبدا قذف في قلبه حب الحسين، الحسين من أحب أن ينظر إلى أحب الأرض إلى أهل السماء فلينظر إلى الحسين بن علي بن أبي طالب. وإذا قدم الحسين على رسول الله قال مرحبا بزين السماوات والأرضين، كل هذا سامعينها عن رسول الله. فالذين نصروه هم تلك الثلة القليلة، ولكن مو معناها بأن لمن يقتل جماعة معنى القاتل هو المنتصر، لا أبدا أبدا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أصحاب بدر كم عددهم؟ 313، وجيش أبو سفيان 3 أضعاف، وكان النصر لرسول الله بسيف أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومن ثبت معه من أهل بيته وعمه الحمزة والحارث وغيرهم ممن ثبتوا مع رسول الله، مع أنهم قلة وما عندهم سلاح. عدد جيش الحسين أكثر شيء يعطوهم ما وصلوا 100، نيفوا 70، خلنا نقول 90، بعضهم وصلهم للمئة أقل شيء، أكثر شيء ما ممكن أكثر من ذلك. ومع هذا تشوف التمجيد في حقهم، اللي الإمام المعصوم يقول بأبي أنتم وأمي، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم فوزا عظيما. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم رجلا من أهل بيتي فأنتم في حل من بيعتي. قالوا كيف نتركك وبماذا نقابل جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك تشوف ما فيهم إلا الأقعس الأشوس، يقول عنهم الحسين يستأنسون بالمنية دوني، إذن اعرف الحق تعرف أهله. بات أصحاب الحسين، الحسين وأصحاب ليلة العاشر، ولهم دوي كدوي النحل. مثل منه؟ حبيب علي الأسدي، زهير بن القين، وأمثال أهل بيت الحسين سلام الله عليهم. ولو نريد نعدد هذول إيش كثرهم، وجعلهم السلام في الناحية المقدسة واحدا تلو الآخر، أي الخرقة الخضراء المحطوطة على ضريح الأنصار تشوف فيها أسماء أنصار الحسين واحدا تلو الآخر. فهذه مقومات ثورة الحسين،
وإذا تريد تعرف أكثر، هذه ختام الكلام، اقرأ عن شخصية صاحب هذه الثورة. من هو صاحب هذه الثورة؟ منو؟ الإمام الحسين. وما خرج إلا بإذن من الله، لأن ترى حتى في المدينة أرادوا قتله. يقول مروان إلى الوليد ابن عتبة يوم إجوا يأخذوا منا البيعة، لأن مات معاوية، ويزيد بعث رسالة إلى الوليد ابن عتبة. عتبة منو؟ عتبة اللي قتل أمير المؤمنين في واقعة بدر، والوالي على المدينة، يقول لي خذ البيعة من الحسين، خاصة عبد الله ابن عمر وابن الزبير إجوا رسلوا على الحسين فأخبروه فاسترجع، قال أنتم لا ترضون ببيعتي سرا حتى أبايعكم جهرا. ننظر وتنظرون، أراد يخرج، قال مروان يا أمير مره فليبايع، وإن أبى فاضرب عنقا. اقتل 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 الحسين. شوفوا 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 ايش قد جاء الزخم الكبير في حق الحسين، وذين لا يتوانوا ان وليله الجايه راح نقرا لكم، ليله الجايه هذه نخليها ليله الجايه. اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا باستار الكعبه، فقال نحن اهل بيت النبوه وموضع الى اخر الكلام اختصار. واذا بالباب انقلع، واذا ابو فاضل شايل الباب ودخل هو اهل بيته على الحسين، فاستنقذوه من بينهم. لما جن على الحسين الليل جاء إلى قبر جد وصلى ركعات وقال اللهم هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما أنت أعلم به مني، اللهم إنك تعلم أني أحب المعروف وأنكر المنكر، فأسألك بحق هذا القبر ومن فيه إلا ما اخترت لي ما هو فيه لك رضا ولرسولك فيه رضا. فهومت عيناه على قبر النبي بينما هو كذلك، وإذ يرى النبي الأكرم معه لفيف من الملائكة وعمه الحمزة وعلي وفاطمة والحسن مشمرا عن ذراعه، لما رآه الحسين إجا مسرع النبي ضم الحسين إلى صدره. هذه الكلمة تبكيني أنا حقيقة بكل أمانة، أريد أتوقف عندها. يحتاج الحسين يعرف النبي من هو؟ قال يا جد يا رسول الله أنا الحسين بن علي، أنا الحسين، ترى يا جد أنا الحسين بن علي بن فاطمة فرخك وابن فرختك، فاشهد عليهم يا جاد بأنهم قد خذلوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك يا جاد، خذني معك فلا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا، ضمني عندك يا جدا في هذا الضرق، علني يا جاد من بلوى زماني. لا حد يضل ساكت أرجوكم، باق بي يا جد من فرط الأسى كله، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتة، أنت يا ريحانة القلب حقيق بي البلاء. أريد أسكت أسمعك أنت تقرأ. إنما الدنيا أعدى لبلاء النبلاء، وإن ما تسمع صوتي لكن الماضي قليل بالذي قد أقبل، فاتخيد درعي من صبرا وحزما سابغا. حسين يا إيه قبل البيت اللي نقرأ المهم، ها حسين يلا ضجة ضجة عين، ستذوق الموت ظلما ضاق
ستبقى في ثراها عافراً منجدل. وكأني بلئيم الأصل شمر قاد على صدرك صدرك الطائر بالسيف يحز الودجان. وحسينا يا الله يا الله وحسينا من المدينة أنا طالع ويا أهلي وعزوتي مثل أول. قوم يا جدي وصدري قبل من قبل ما يوقع بقلبي مثلت حرملة. من قبل خيل الأعادي تفصل في كربلة عشرة خيالة يا جدي تدري تطحن جثتي. أين المنادي وحسينا؟ أقسم عليك بضلع أم البتولة فاطمة هذا صدري قوم شمه ونحر يا جد الثمة. من قبل ما يذبحوني واخضب بفيض الدمى من قبل شمر الضبابي بسيفه يقطع رقبتي. جاوب النبي هذا البيت جديد. ها اسمع يا حبيبي تنذبح في الغاضرية يا حبيبي تبقى الغبرة رمية يا حبيبي يسيروا زينب سبية. اسمع حبيبي يعز علي حرملة سهمة يصوبك اعز علي سهم المثلث بقلبك اعز علي يا ابني يا ابني من دماء نحرك يخضبك. انا وياك يا ابني من قبل ما تهوي من فوق الحصان انا بشوفك عالثرى معفر بتربان. لكن اعظم علي لا صحت يا قوم اعظم علي لا صحت يا قوم عطشان عطشان. هذا وداع بعد وين نروح؟ اكو وداع ثاني قرينا وداع ثاني. ودع أم الزهراء وإذا الصيحة من كل مكان يوم خرج الحسين بالضعينة وإذا الناس تلعب وين رايح الحسين؟ ها الله الله طالع بنسوان وأطفال. محمد الحنفية قعد من نومه العليلة تسعف على ركبتيها. أم سلمة تنادي وولدا أم البنين تصيح وولدا. طلعت بعينا معولة مني النزيل وبزلة قالوا الحسين ما خد هلا واخوانك لها تحفلة. تقرأ وياي ولا ها؟ ولي فيها وتحين ما خيد معاه العاب. يا لما انطلع يا
أرشد وينك يا الأخو منو ابن الحنف يا السائل وبليل طالع بالخفاء هذا السفر ما أقبل هذا السفر هذا لما السماء حجي بجي وين رايح قال لا يا خويا الكا لما السماء حجي بجي قال لا ولازم بإيد الراحلة زينب خافي على زينب تنسبي تدري بختنا مدى خافي على زينب تنسبي تدري محملها من يتكفل قال له أخونا أبو الفضل العباس راعي الماء وامي البنين جتت عدي قصدت لبنها وما أحمل قالت يا أبو سند للعائلة خوفي الوديع يا حسافة تشوف المصائب خوفي الوديع يا حسافة تشوف المصائب خوفي الشمار يحدي الضعان خوفي الشمار يحدي الضعان ويضربها بعدك حرملة خوفي الشمار يحدي الضعان ويضربها بعدك حرملة ولا شافت الراس بطشت تريدين وليها تقبل مجلس يزيد عظام خطاب أسياق قدمة هنا نازل أبراس أخوها بخزران أبراس أخوها بخزران شوف الرجس ينكت هلا ويلي ويلي طلعنا من المدينة ديار هلا وبخاف والله بلال شلنا عنها الكربلة لما نزلنا كل من كان